زي ما احنا متعودين من صباح الخير يا مصر بيكون معانا دايما نماذج من سيدات مصر الناجحات في المجالات المختلفة سواء جوه مصر أو بره مصر، لكن دلوقتي هنعرفكم على ندى الجزار. ندى فازت بجائزة المجلس العالمي لتعزيز التجارة الدولية في الجوائز العالمية لقيادة المرأة 2022 ضمن 150 امرأة حول العالم من 70 دولة. هي معانا دلوقتي عبر تطبيق زوم. صباح الخير عليك يا ندى. صباح النور عليكم، مبسوطه معاكم قوي النهارده. يا اهلا بيكي، احنا مبسوطين اكتر، والف الف مبروك الجائزه. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا رب. طيب عايزين نعرف الناس ايه هي طبيعه الجائزه دي، جائزه المجلس العالمي لتعزيز التجاره الدوليه. هي جائزه بتهتم جدا بالمراه والقيادات المراه ودور المراه في المجتمع، فهي جائزه عالميه يعني بتسلط الضوء على كل المرأة في العالم كله، في 170 في 150 دولة، في 150 في 150 هي 150 امرأة في 70 دولة. طيب ندى، انا عايزة اسالك يعني ايه البرمجة اللغوية العصبية، لانه اعتقد ان ده تخصصك، وازاي الجائزة دي ممكن تفيدك في تخصصك دي، او انت ممكن ازاي تفيد الناس من خلال هذه الجائزة؟ بصي يا ستي، انا خدت كوتشنج في 2018 وبرمجه اللغه العصبيه، وفرق معايا جدا الموضوع ده. برمجه اللغه العصبيه ازاي ان احنا افكارنا كلها بتاثر على لغتنا وبتاثر على الاعصاب، قد ايه الجسم والعقل مرتبطين جدا ببعض. فانا لو عندي افكار كلها يعني سلبيه هتاثر على لغتي وهتاثر كمان على اعصابي وجسمي، كل الامراض سببها ايه؟ افكار. فاحنا لو عندنا افكار صعبه او افكار سلبيه هتاثر على لغتنا وهياثر على جسمنا، وبالتالي هنصاب بامراض كتيره جدا. والبرمجه دي بتساعدني اتحكم في ده؟ يعني احنا بنبص ازاي ان احنا بنفكر، طريقه تفكيرنا للحياه، هل احنا مقبلين على الحياه ولا دايما بنبص على النقاط الصعبه اللي في حياتنا. فمهم جدا ان احنا نعرف ان كل حاجه اصلها برمجه من زمان جدا واحنا صغيرين. فمهم جدا ان احنا نشوف قد ايه تفكيرنا بيأثر على لغتنا، وقد ايه لغتنا دي واحنا كل يوم بنتكلمها بتأثر على اعصابنا كلها. ده عظيم جدا، ويمكن كنا بنتكلم في البدايه عن الافكار السلبيه اللي ممكن تسيطر على عقول الشباب في امتحانات الثانويه العامه الفتره دي، فاحنا ازاي فعلا نقدر نشيل الافكار السلبيه من عقول الشباب وعقول الناس بشكل عام، ونبتدي نركز على الحاجات الإيجابية اللي بالفعل بتفيد الناس، يعني هتفيده هو على المستوى الشخصي وهتفيد المجتمع كمان. يعني أهم حاجة إن أنا أتكلمه هو بيعمل ده كله ليه؟ عشان ينجح، عشان يبقى حاجة محترمة في المجتمع، عشان يفيد المجتمع اللي حواليه. فدايما أبص وأعمل حوار مع الناس، يعني مهم قوي إن إحنا نعمل حوار مع الناس اللي حوالينا أو أطفالنا، بالذات الأولاد الصغيرة. أنا عملت مبادرات كتير قوي على السيلف كونفيدنس، أهم حاجة إن الشخص يكون قادر إن هو يعبر عن نفسه. لو انا اصلا اديته كل الامكانيات التعليميه لكن هو مش عارف يعبر عن نفسه، ازاي ان هو يطلع قدام الناس ويقول انا مين وايه دوري في المجتمع وانا عايش ليه اصلا كبيربز يعني. فبالتالي هنطلع جيل مجرد بيتعلم وبس. احنا عايزين يعرف هو بيتعلم ليه، عشان يعمل ايه في المجتمع، عشان ازاي اصلا يتفاعل نافع. صحيح بالظبط. طيب ندى، انت شايفه انه المفروض نبتدي نكلم الاطفال من سن كام في مسألة البرمجة اللغوية العصبية دي؟ يعني ازاي يقدروا يتحكموا في ده من سن قد ايه؟ وايه هي الرسائل اللي دايما بتبقي عايزة يعني توصليها للأطفال دول من خلال المبادرات المختلفة اللي بتشتركي فيها؟ أنا بكلمهم من سن 8 سنين. 8 سنين، عندي أطفال كتير من 8 سنين لحد 17، خدي عندك بقى لحد 50 سنة 60 سنة. فهو 8 سنين بيبدأ مع الأطفال، الشريحة الأطفال، بعد كده بيطلع طبعا بيبقى على مستوى الأدلتس. لكن أنا اللي أنا بقوله دايما، أولا ما فيش حاجة اسمها فشل، في حاجة اسمها أن أنا أفضل أتعلم وأحاول لحد ما أوصل اللي أنا عايزه. الفشل بس لو أنت يعني بطلت أن أنت تتعلم أو بطلت أن أنت تحاول، دي أول حاجة دايما بقولها. بقول دايما أن أنت بص دايما على الإمكانيات اللي عندك، ما تبصش على الحاجات اللي مش عندك. صحيح، يعني دي مبدا اسمه ريسورس فلنس، ان انا عندي موارد كتير جدا، بستغل كل حاجه عندي وبستغل طاقتي بدل ما اقعد ابص على الحاجه اللي مش عندي او اللي عند زميلي. فانا خليني ابص على نفسي الاول واركز على نفسي كطفل، واشوف الامكانيات والتالنتس والمواهب اللي ربنا ادهاني عشان اقدر ايه اوظفها صح. لكن انا فضلت طول النهار اقول فلان عنده وانا ما عنديش، فلان احسن مني في كذا، طب انت ربنا خلقك في حاجه، لانه ربنا عايزك تكون في الحته دي عشان تعمل حاجه معينه. صحيح، اكيد عندك ميزه.
كل واحد منا عنده ميزة، وكل طفل عنده ذكاء معين، أنواع الذكاءات المتعددة زي ذكاء رياضي، ذكاء اجتماعي، ذكاء مثلا لغوي. يعني في أطفال شاطرين جدا في اللغة والموسيقى غير أطفال صحيح. شاطرين في حاجات تانية، فازاي إن أنا أبص على الطفل بتاعي ده عنده ذكاء إيه بالظبط عشان أقدر أستغل الذكاء ده، لأن هو ده ربنا خلقه عشان يعمل حاجة في الحتة دي. عظيم. فده بصراحة من الحاجات المهمة أوي اللي إحنا بنقول للأهالي نركز عليها. وافضل ان انا، يعني انا عندي مثلا بنت عندها ذكاء لغوي ولاحظت ده جدا، وذكاء اجتماعي وكذا، وبنت تانية اكتر ذكاء في الموسيقى وفي الرسم وكده. ما اقدرش ان انا اخصب دي انها تكون صح. عندها ده او انها تعمل في الحتة دي، لا انا ممكن انمي السكيلز لكن ما اقدرش اخصبها على ان هي تبقى متفوقة في الحتة دي، لان دي مش هواياتها او مش اهتماماتها. عظيم. طيب كمان يا ندى، ازاي بتتكلمي معاهم انه من خلال قدراتك او اهتماماتك، مش بس يعني الشغلانه اللي انت بتشتغلها، لو حد كبير وبيشتغل تقدر تفيد المجتمع، لانه كلنا علينا دور مجتمعي بكل تأكيد. فعلا احنا اهم حاجه ان انا بصراحه باخد ولادي يعني في كل حاجه انا بعملها مجتمعيه باخدهم معايا. يعني انت ابدا بالاهل ان هم ياخدوا الولاد معاهم في كل حاجه هم بيعملوها تخص المجتمع، حتى لو انا بعمل سبيتش معين، او لو رحت مثلا يعني اخدتهم في رمضان في بعض الحاجات التطوع اخدتهم معايا، بعمل اي مثلا ورشه للاطفال التانيه باخدهم معايا، فيكون ليهم دور في ان هم. فابدا بنفسك الاول كاهالي، نشوف ايه الحاجات اللي ممكن نعمل لها فالنتيري، وهم دايما يكونوا معانا يعني عشان يتعلموا مننا ويشوفوا ازاي ان احنا بنواجه الموضوع. مسألة التطوع يعني. التطوع طبعا مهم جدا، او حتى ان هو يكون مثلا نولج شيرنج، يعني ان هو بينفع المجتمع بمعلوماته، هو عنده مثلا شاطر في حته معينه ممكن ان هو يساعد الناس اللي حواليه، يشوف فئه معينه من الناس اللي هم محتاجين ده ويقدر ان هو يساعده على حاجات بسيطه مش لازم صعبه عليه، يعني فاهم قصدي؟ يبدا بس ان هو تناسب يبقى سنه عنده يعني. مشاركه، يبقى عنده مشاركه ويبقى عنده اهتمام ان هو يدي اثر في الناس اللي حواليه. عظيم. مجهود كبير يا ندى انت عملتيه، عشان كده تم اختيارك ضمن 150 امراه من 70 دوله حول العالم للفوز بهذه الجائزه. عايز اعرف انت عملتي ايه عشان تفوزي بهذه الجائزه، وفي نفس الوقت انت على المستوى الشخصي هتستفيدي ايه من هذه الجائزه، والمجتمع كمان هيستفيد ايه؟ والله انا بدات من زمان جدا، عندي يعني فزت بكذا جايزه على مستوى حتى العمل بتاعي، ان انا جايزه مثلا شارك مثلا، كان عندي يعني مشاركات في المجتمع ومشاركات على مستوى المؤسسه، يعني انا مثلا تم اختياري ك employee happiness ambassador، سفير السعاده للموظفين، فكان دوري مثلا في الهيئات الحكوميه في الامارات ان انا اكون بجانب شغلي طبعا ان انا اكون ليا دور في ان انا اساعد الموظفين، فده مثلا حاجات ممكن تبدا من المؤسسه اللي انت فيها. بالنسبه بقى للمجتمع، ان انا عملت مبادرات كتير عن التنمر للاطفال والثقه بالنفس وعن الذكاء العاطفي، يهمني قوي موضوع الذكاء العاطفي وان احنا نحس بالاخر ونعلم الاطفال، فكنت بعمل سيلف كونفيدنس ورك شوبس كتير، بعمل بفهم الاهالي ايه هو التنمر وازاي ان احنا نواجه التنمر والثقه بالنفس، ازاي ننمي الثقه بالنفس للاطفال، فده على جانب طبعا الاطفال اللي هو raising emotionally intelligent children، اطفال اذكياء عاطفيه، ازاي ان احنا نربيهم. والحاجه الثانيه ان عملت مبادره عن التميز، طبعا انا في مجال التميز المؤسسي بقالي فتره كبيره حوالي 15 سنه، التميز والجوده، فازاي ان احنا نتميز شخصيا ونتميز في العمل، نتميز كتطوير شخصي. ومبادره تانية رينيو يو، اللي هو جدد نفسك، ازاي ان احنا نجدد افكارنا، نجدد معتقداتنا، ازاي ان احنا دايما، فكل ده من خلال بقى يعني مشاركتي مثلا في الانترناشنال كوتشنج ويك، في الاتحاد بتوصلي العالمي المعلومات دي للكوتشنج، ازاي ندى؟ بتساعديهم ازاي انهم يستجيبوا للكلام ده؟ من خلال يعني من خلال زوم ميتينجز، من خلال ان احنا بنعمل تدريبات عمليه، كل واحد بيبقى فيه اكسرسايزز معينه كده يقدر ان هو يعرف نفسه اكتر، ازاي ان هو يحل ده ويقدر ان هو يشوف جوانب القوه اللي عنده، يعرف على الكوميونيكيشن ستايل بتاعه، يعني يعرف انا مثلا بتعامل باي شكل او طريقه التعامل بتاعتي ايه، فكل ما انا فهمت نفسي اكتر كل ما قدرت ان انا افهم اللي حواليا اكتر. بكل فكل تأكيد. ده من خلال ورش عمل، من خلال طبعا الاعلام، وانا مبسوطه جدا ان انا في الاعلام بدي صوتي طبعا او بوصل رسالتي من خلال الاعلام، وكمان من خلال المؤتمرات، يعني بتتم دعوتي في مؤتمرات عديده ان انا اتكلم في الامور دي فيما يخص التميز المؤسسي والشخصي. انت نورتينا النهارده في صباح الخير يا مصر، ندى الجزار الحاصله على جائزه المجلس الاعلامي لتعزيز التجاره الدوليه، شكرا جزيلا ليك يا ندى.